أجواء من المتعة والفرح والسعادة أطلقتها فعاليات مهرجان ربيع الظفرة داخل الحديقة العامة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، لترسم لوحة من الحب والتفاعل والتسامح بين جميع الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من فعاليات وأنشطة متنوعة. يأتي تنظيم فعاليات ربيع الظفرة بالحديقة العامة في مدينة زايد انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لبلدية منطقة الظفرة ممثلة بفريق التواجد البلدي لتعزيز مشاركة المجتمع وتفعيل دوره وتكامل الأدوار مع الشركاء الحكوميين وتعزيز دور الثقافة الإماراتية في ترسيخ قيم الهوية الوطنية وصون الهوية المحلية وغرس القيم والعادات وتقاليد السنع الإماراتي في نفوس جيل المستقبل. انطلقت فعاليات ربيع الظفرة في مدينة زايد الحديقة العامة من خلال التواجد البلدي التابع لبلدية منطقة الظفرة، وليمتد خلال 7 أيام. طبعا من خلال أنشطة وفعاليات الأسر المنتجة وركن الرسم والمسرح وتفعيل دور المجتمعي لأهالي المنطقة، واليوم هذا فعالية ونشاط يجمع أهالي المنطقة في المرافق العامة لبلدية منطقة الظفرة. تضمنت الفعاليات ركن للأسر المنتجة وفعاليات المسرح والأنشطة وركن رسم الألعاب والأطفال ومشاركة فرق الحربية، كما شملت الفعاليات توزيع الزهور على الزوار. وتحرص البلدية على توفير البرامج والفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تلبي متطلبات كافة فئات المجتمع وزوار المنطقة من خلال تنظيم المهرجانات والمشاركة فيها ودعمها وتقديم الدعم اللوجستي لجميع المهرجانات التي تقام بالمنطقة. ونحن حقيقة استمتعنا جدا بالفعاليات اللي عاملينها في الحديقة، نشكر جميع القائمين عليها. الحديقة حلوة وايد واستانست فيها ولعبت كل الألعاب اللي موجودة. يعني بتمنى من كل عائلة الموجودة في الظفرة وفي بدع زايد انهم يزوروا الحديقة، حديقة لواء، واجواء فعلا بتجنن وحلوة وجميلة ورائعة وإشي فعلا رائع وإشي ما شاء الله يعني فعلا حلو. تعتبر الفعاليات والمهرجانات بمثابة حلقة وصل بين الأجيال ومناسبة أساسية لإحياء التراث وتخليده في الذاكرة وتعزيز الروح الوطنية في الأجيال الناشئة، كما تعتبر منصة تواصل مع الجمهور والمجتمع المحلي للرد على استفساراتهم والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم.